من هو أفضل منوم مغناطيسي في العالم؟ أنا المنوم المغناطيسي أحمد هندية، من كبار المنومين مغناطيسيا على الصعيد العالم العربي. هل سأتحدث اختياري الشخصي أنا كمنوم مغناطيسي؟ ما هو رأيي حول أفضل منوم مغناطيسي في العالم؟ أفضل منوم مغناطيسي في العالم هو ديرن براون. لماذا ديرن براون؟ في أغلب الأشخاص يقولون على أنه ميسمر هو أفضل منوم مغناطيسي في العالم، ولكن الكاريزما الخاصة بميسمر ليست هي التي مع ديرن براون. وكذلك طرق التنويم المغناطيسي، يوجد فرق هائل ما بين ديرن براون والمنومين على الصعيد العالم. فلماذا ديرن براون؟ ديرن براون لأنه هو منوم مغناطيسي يعتمد على تقنيات هائلة جدا لن يعرف أي شخص أن يقوم بها. مثلا ديرن براون هو محترف جدا في مجال فنون السحر، ومحترف في مجال التنويم المغناطيسي للعلاج، ومحترف في التنويم المغناطيسي للشوارع، ومحترف في مجال التنويم المغناطيسي للسرقة، ومحترف في مجال التنويم المغناطيسي عن بعد، ومحترف في العديد من الأشياء الخاصة بالتنويم المغناطيسي. وكذلك ديرن براون قام بعمل تجارب خطيرة وهائلة ولا يصدقها أي عقل بشري في مجال التنويم المغناطيسي. وديرن براون كذلك قام بتنويم مغناطيسي لجمهور بكلمة واحدة التي هي ناموا ونام الجميع. ديرن براون دائما يأتي بأشياء جديدة في مجال التنويم المغناطيسي، دائما نراه يعمل أشياء حصرية، دائما نراه بأنه يخلق أجواء جديدة في عالم التنويم المغناطيسي. فتقريبا تجارب ديرن براون كلها تجارب خارقة للعادة، تجارب رائعة، تجارب لا يوجد مثلها أبدا. ديرن براون لا نجده بأنه يعمل أشياء مثل ما يعملها أشياء آخرون، فديرن براون دائما يأتي بأشياء جديدة. كذلك المنوم المغناطيسي ديرن براون، المزايا التي موجودة معه هو أن مثلا قام بتنويم شخص وهو بعيد عنه شخصيا، أي حركة يعملها ديرن براون الشخص الذي بعيد عنه يعملها كذلك، وقام بتنويمه مغناطيسيا بدون أن يذهب إليه أو يسأله أو شيئا من هذا القبيل. فلذلك أنا من المعجبين بديرن براون. وكذلك ديرن براون في تجاربه في مجال التنويم المغناطيسي كلها لا يفشل في أي تجربة، تقريبا سنين وأنا أتابع ديرن براون ولم يفشل في أي تجربة وفي أي تنويم مغناطيسي، مقارنة مع المنومين في العالم يفشلون في العديد من التجارب الخاصة بالتنويم المغناطيسي. فسبب احترافي أنا كذلك شخصيا فكان أغلبه من ديرن براون، وأنا من معجبين ديرن براون، وأقول في هذا الفيديو بأنه أفضل منوم مغناطيسي في العالم فهو ديرن براون، ولا يوجد له أي مثيل في العالم. ونتمنى ديرن براون أن يعمل كورسات في المجالات الخاصة به، وبالأخص في المجالات الخاصة بالتنويم المغناطيسي، مثل التنويم المغناطيسي للسرقة، والتنويم المغناطيسي عن بعد، والتنويم المغناطيسي للحيوانات، والعديد من الأشياء الخاصة بالتنويم المغناطيسي. فنتمنى أن نراه في الساحة ونراه كذلك في الدول العربية. هذا كل شيء. أفضل منوم مغناطيسي في العالم أقولها مرارا وتكرارا هو المنوم المغناطيسي ديرن براون. أما أكبر منوم مغناطيسي في الدول العربية هو الماستر أحمد هندية. فإذا كنت تريد أن تصبح من كبار ممارسي التنويم المغناطيسي في بلدك، يمكنك التواصل معي. دربت التنويم المغناطيسي أزيد من 10 سنوات تقريبا أو 8 سنوات، وأغلب طلابي يحترفون في 3 أيام إلى 7 أيام، يحترفون مجال التنويم المغناطيسي. هذا كل شيء. إذا كنت تريد تعلم تقنية التنويم المغناطيسي، ما عليك فقط التواصل معي. هذا كل شيء. نراكم في فيديوهات قادمة، وإلى اللقاء.